كيف حالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بعون الله تعالى الحديث الثاني والأربعون. نسمع، تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني فقص لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت نورك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أحسنتم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا بحمد الله تعالى المتتابع في مدارسة الأحاديث الأربعين النووية، وهذا المجلس نتدارس فيه الحديث الثاني والأربعين الذي قرأتموه قبل قليل. لازلت أذكر أحبة الكرام أن من بركات طالب العلم أن لا يزال له في برنامجه في طلب العلم مجالس يتعلم فيها كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رعاكم الله أن من أفضل ما يجلسه طالب العلم من المجالس مجلس يتعلم فيه أدبا وسنة وواجبا، ثم يقوم من ذلك المجلس بأجر عظيم وخير كبير. كل ذلك يجده أحدكم في مجلس كهذا يتعلم فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه وجوامع كلمه العظيمة. الأحاديث النووية التي ما زال طلبة العلم يحفظونها صغارهم قبل كبارهم هي من هذا القبيل، أحاديث صغيرة في ألفاظها، قليلة في كلماتها لكنها عظيمة في معانيها، جليلة في موضوعاتها. حديثنا الليلة الحديث الثاني والأربعون الذي أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن كما قال، من رواية أنس رضي الله عنه، حديث قدسي فيها نداءات ثلاث ينادي فيها رب العزة والجلال عباده وخلقه من بني آدم في كل جملة كما سمعت: يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، والآن أنت يا ابن آدم افتح أذنك فربك عز وجل يخاطبك واسمع تماما ماذا يريد الله أن يقول لك. هذا الحديث غدا من أجل الأحاديث التي يحتاجها العباد متعلمهم وجاهلهم، طالب العلم والعامي على حد سواء، لأنه يتعلق بقضية أساس نحتاج إليها ليل نهار وهو مغفرة الذنوب. هذا الحديث يا كرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي عن الله عز وجل ثلاثة أسباب تتحقق بها مغفرة الذنوب. في كل واحد من أسباب الثلاثة بدأه بالنداء: يا ابن آدم. يفتح الله لنا أبواب المغفرة، يريد أن يتوب علينا، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يغفر لنا، يريد أن يعفو عنا. فتح لنا الأبواب وقال: يا ابن آدم، هذا باب وهذا باب وهذا باب، أدخل من أي باب أنا أعدك بالمغفرة. وتعرف ما معنى أن يغفر الله لك؟ أن يتجاوز ويعفو ويصفح وتذهب سيئاتك ومعاصيك. يا إخوة، هنا عندنا شيئان مهمان. أولا، نحن بنو آدم عباد مقصرون مذنبون ضعفاء مساكين جهلاء، يقع منا الذنب والمعصية والخطأ والبعد عن الله والوقوع في المعصية وترك الواجب لأننا بشر. لا يقول أحد منا: أنا طالب علم، أنا حافظ قرآن، أنا إمام مسجد، أنا أستاذ جامعة، أنا داعي، أنا كذا. أنت بشر، مهما بلغت في العلم والصلاح والإيمان والتقوى لا يزال عندي وعندك ذنوب وتقصير وأخطاء وزلل وعصيان وسهو وغفلة وعدد ما شئت. بعضنا يكثر هذا عنده وبعضهم يقل. هذه قضية أساس لابد أن نفهمها، أننا لا نزال على الذنب والمعصية والخطأ لأننا بشر. ممتاز. الشيء الثاني، لنا رب كريم عظيم حليم واسع المغفرة كثير الرحمة، وسعت رحمته كل شيء. من عظيم رحمته يريد أن يغفر لعباده، مع أنه قال لهم: هذا حرام وهذا ذنب ولا تفعلوا كذا، وعباده يقعون، ثم يقول لهم: تعالوا أغفر لكم.
أريد أن أسامحكم، أريد أن أرحمكم، أريد أن أغفر لكم، افعلوا كذا، تأتون من هذا الباب، ادخلوا من هذا الباب، امشوا في هذا الطريق، أنا أريد أن أغفر لكم وأنا أريد أن أسامحكم. لا يريد الله جل جلاله أن يعذب أحدا من خلقه من أجل العذاب. فإذا ربطت هاتين القضيتين عرفت أهمية هذا الحديث. نحن لا نزال نذنب ونعصي، ولو رأيت نفسك يوما من الأيام مثلا أكرمك الله فحججت ووقفت بعرفة وشعرت أن الله قد غفر لك وخرجت من حجك كيوم ولدتك أمك، هذا ليس نهاية الطريق، لأنه سيتجدد معنا حياة جديدة ويوم جديد، وتبدأ معنا أيضا الذنوب والمعاصي والأخطاء من جديد، سيحصل هذا ولا بد. فإذا نحن نحتاج إلى ممحات تمحو سيئاتنا أولا بأول، ونحتاج إلى ما يزيل هذا الأمر عن صحائفنا وعن سجلاتنا وعن حياتنا أيها المسلمون عموما ويا طلبة العلم خصوصا. سأضيف نقطة ثالثة أؤكد فيها أهمية هذه القضية وحاجتنا إليها. نحن طلاب علم وأكرمنا الله عز وجل بنعم كثيرة جدا، أكرمنا الله بالعلم وكثير من المسلمين لا يزال بعيدا عن هذا الطريق، أكرمنا الله بالقرآن وكثير من طلبة العلم ما وفق للقرآن، أكرمنا الله عز وجل فأتى بنا إلى بيته الحرام وبلده الأمين وأسكننا بجوار بيته المحرم وكعبته المعظمة، فنحن نأكل ونشرب وننام ونصحو ونمشي ونذهب ونأتي، نصبح ونمسي فوق أرض البلد الحرام وتحت سمائه، نتنعم بالخيرات، نتنفس هواء هذا البلد المبارك ونأكل من خيراته ونذهب، من مثلنا؟ فينبغي أن نفهم أن كل ما يقال لطلبة العلم في كفة وطلبة العلم في مكة في بلد الله الحرام في كفة أخرى، لأن عندهم من الفضل والخير ما ليس لغيرهم والله. وينبغي أن نفهم هذا تماما، إذا كان طالب العلم علمه يقوده إلى زيادة إيمان فأهل مكة أولى، إذا كان طالب العلم علمه يزيده في الخير والعمل الصالح أهل مكة أولى، إذا كان طالب العلم علمه يزيده في رقة القلب وخشوعه وبكاء من خشية الله وخشوع الجوارح أهل مكة أولى. قل ما شئت من أبواب الخير التي يجدها أهل العلم، من كان في مكة فهو أولى بها من غيرهم، ولهذا كل ما نقوله من أبواب الخير نخص به أنفسنا، من أكرمنا الله بجوار بيته الحرام وسكن هذا البلد الأمين. الحديث فيه ثلاث نداءات كما سمعت، يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم، ذكر فيه ثلاثة أسباب للمغفرة، أولها قوله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، والثاني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، والثالث يا ابن آدم إنك لو أتيتني أو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الثلاث الأسباب على الترتيب كالتالي: الدعاء، الاستغفار، التوحيد. ثلاثة أسباب: الدعاء والاستغفار والتوحيد، فنأخذها واحدة واحدة. أما الدعاء ففي قوله إنك ما دعوتني ورجوتني، السؤال بماذا يدعو الله؟ بماذا يدعو الله؟ إذا كان يدعو الله بالمغفرة دخل في الاستغفار فأصبح شيئا واحدا. يقول إنك ما دعوتني ورجوتني، يدعو الله بماذا؟ إنك ما دعوتني، إذا قلت إنه سيدعو يقول يا رب اغفر لي دخل في الاستغفار، فهذا هو الثاني وليس هو هذا. جنة بالرحمة، يدعو الله بالجنة بالرحمة وبالنعمة وبالزوجة الصالحة والولد والمال والرزق. السؤال أنا أريد أن أصل لهذا، يعني أنا بمجرد أن أرفع يدي إلى السماء أو أطوف أو أدعو في السجود وأسأل الله من خير الدنيا والآخرة، هذا سبب للمغفرة حتى لو كنت أطلب شيئا من مطالب الدنيا؟ من أين؟ لأنه عبادة. طيب الصلاة عبادة والصدقة عبادة. طيب أنا سأعود بالسؤال، تكون بين منزلة الرجاء والخوف، الأرجو والخوف. أنا أتكلم عن جمل الدعاء، ماذا يدعو، بماذا يسأل الله؟ فإذا كنت تقول هو يسأله المغفرة رجعنا إلى السبب الثاني وهو الاستغفار. ها؟ يسأل
الدعاء قسمين، مسألة والدعاء. هنا يظهر المسألة ودعاء الطلب، لأنه يقول ما دعوتني ورجوتني. طب كلامكم صحيح، أنا فقط أريد أن أؤكد الفكرة، الدعاء ذاته عبادة ليس كذلك؟ يعني لو جلس اثنان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، أحدهم أمسك المصحف وجلس يقرأ، والثاني جلس يسبح الله ويحمده ويستغفره ويكبره، والثالث رفع يديه وعنده مشكلة ودين وقضية وأمر أزعجه وجلس يدعو الله يسأل الفرج، أي الثلاثة في عبادة؟ ممتاز. إذن من كان مشتغلا بالدعاء فهو، والدليل الدعاء هو العبادة. ممتاز. إذن الدعاء وحده عبادة، بمجرد أن تسأل الله وتدعوه وتطلبه، تطرق بابه وتقول يا رب أسألك يا لطيف يا كريم يا عظيم، بمجرد أن تسأله أنت في عبادة. ممتاز. إذا فهمت هذا فنحن متفقون على أن العبادات بوابات للمغفرة، صح؟ ألست تصلي فيكون هذا سببا يغفر الله لك به؟ ألست تتصدق وتصوم وتقرأ القرآن وتستغفر وتسبح؟ كل العبادات طريق لمغفرة الذنوب، وهذا منها وهو الدعاء. إذن الدعاء عبادة يكتب الله عز وجل بها للعبد أجرا ومغفرة، هذا غير ما يكتب الله له من تحقيق ما يريد. ماذا سألت الله؟ ماذا طلبته؟ ماذا دعوته؟ يا أخي كم هو كرم الله عز وجل بعباده، كم هو عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه. جاء في بعض الروايات لهذا الحديث وغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا المعنى بتأكيد واضح، رحمك الله. تعرفون حديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته يستجاب له ما يريد، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذن نكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر. في بعض الألفاظ الحديث عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخره في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا قد سلف. إذن الدعاء وحده بمجرد أن تكثر الدعاء هذا طريق للمغفرة، حتى لو كنت تسأل قضاء دين وتفريج كربة والبحث عن زوجة ورزق ولد وتحقيق مال وتجارة وربح، مع أنك تطلب شيئا من حاجاتك وربما كانت مطالب دنيا، لكن من عظيم فضل الله أنه جعل الدعاء بابا يفتح لك به سببا جديدا للمغفرة. هذا فهم لا بد أن نستوعبه. أضف إلى هذا أخي الكريم أن الدعاء يدخل فيه سؤال الرحمة وطلب المعفو وطلب المغفرة، سيدخل في الاستغفار نعم، لكنك لما تسأل الله الجنة أنت هنا لا تستغفر، لكنه سبب للمغفرة. كيف يدخلك الله الجنة؟ بذنوبك وسيئاتك ومعاصيك. يعني لما تقول يا رب ووافقت ساعة إجابة وأكرمك الله واستجاب دعوتك وأنت تسأله الفردوس الأعلى، أو تسأله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو تسأله الدرجات العلى، أو تسأله من نعيم الجنان، فإذا استجاب الله دعوتك ما الذي يتضمنه هذا الجواب؟ أن يغفر لك. لن يدخلك الجنة إذا كان قد استجاب الله لك بسكن الفردوس وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فهذا يتضمن قطعا أن الله قد غفر لك وعفى عنك ومحى سيئاتك فأدخلك الجنة وحقق لك مناك. هذا واحد إذن من أعظم أسباب المغفرة للعباد. سأنبه تنبيهين اثنين. الأول، يزهد كثير من المسلمين في الدعاء، بل لا يكاد يدعو إلا عندما يحتاج، وأصبح عندنا شعور أنك إذا كنت محتاجا فعليك أن تدعو، يعني وإذا كنت غير محتاج صلي وامشي. صحيح والله يا إخوة، للأسف هذا شعور بدأنا يعني نعيشه ونحن لا ننتبه لأنفسنا، بل أحيانا إذا وجدت شخصا جالسا في المسجد وقد خرج الناس وهو لا يزال يدعو تعرف أن عنده مشكلة. هذه مشكلة في أفهامنا نحن والله.
يعني إذا رأيناه يلح في الدعاء وأطال في السجود إذن هو مسكين، أكيد عنده مشكلة. هذا لا يعاب أن صاحب المشكلة يظل يدعو الله ويسأله، لكن الذي يعاب إذا كان الشخص منا بعيدا عن المشاكل وفي راحة بال وهدوء لا يكاد يدعو الله إلا في الأشياء الضرورية في الصلاة وفي غيرها. والله يا إخوة نحتاج أن نجعل الدعاء شيئا أساسيا في حياتنا كالماء الذي نشرب. والأطباء يقولون لا تشرب الماء فقط إذا كنت عطشان، تشربه حتى لو كنت على غير عطش لأن جسمك يحتاج إلى الماء. والله هو هكذا، قلوبنا تحتاج إلى الاستغفار، تحتاج إلى الدعاء ولو كنت غير محتاج. أصلا هل يمكن أن تقول في بشر غير محتاج؟ ما في، نحن أصلا محتاجون. الله يقول يا أيها الناس وأنتم فقراء، وهل رأيت فقيرا لا يسأل الغني؟ هل رأيت فقيرا لا يطلب حاجة؟ الفقير فقير مهما كان غنيا لا يزال فقيرا. بلى والله وربنا أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء، يعطي عباده بلا حساب. فعجيب هذا الفهم عندنا، يعني بصراحة ليسأل كل منا نفسه هل نحن كذلك كل يوم عندنا دعوات نبثها في السجود بين الأذان والإقامة، ننزل نطوف، عندنا وتر نجعل فيه دعوات قبل الفجر في آخر الليل ركعتين في جوف السحر؟ هل تجد في حياتك أن يومك وليلتك فعلا لا يخلو عليك يوم وليلة إلا وأنت سألت ودعوت، سواء جلست ورفعت يديك أو قلتها في السجود؟ أو المهم أن حياتك موجود فيها الدعاء شيء أساسي في حياتك. قلت لك لا تنتظر مسألة تحوجك إلى الدعاء، لأن واحدة من أسباب إجابة الدعاء كثرة الدعاء في السراء. الحديث يقول من سره أن يستجيب الله له في الضراء أو في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء، يعني عليك أن تكون كثير الدعاء في حال الرخاء حتى يستجيب الله لك إذا جاءت حالة الشدة. ولله المثل الأعلى يا إخوة، لو أنك إنسان غني كبير رئيس أمير شخص كبير مسؤول، وهناك أشخاص يأتونك كل يوم يسلمون عليك فقط ويبتسموا في وجهك ويمشون، ليسوا محتاجين إلى شيء منك، ثم جاء يوم فاحتاج أحدهم منك شيئا، وهو العادة أنه يأتيك ويسلم عليك ويبتسم في وجهك ويمشي، لما جاءته حاجة ذات يوم فقال أنا مستحي عندي شيء أريد أن أكلمك، هل تتردد في طلبه؟ طيب هل تتعامل مع هذا كمثل الذي حتى إذا مر بك لا يسلم عليك أو من بعيد يفعل هكذا، ثم لما صار محتاجا أتاك إلى باب بيتك وباب سيارتك حتى لو كنت ستساعده؟ بالله عليك هل تجد عندك من الشعور في معاملتك معه كالذي يأتيك كل يوم؟ يا أخي لسنا نقيس الخلق بالخالق، حاشا والله، نقرب الصورة حتى نفهم. من أراد أن يستجيب الله له حال الشدة والبأساء والضراء والكرب فليكن قريبا من ربه على الدوام بالرخاء. كثرة الدعاء عبادة، الإكثار منها ليس لجرد الحاجة فقط. التنبيه الثاني الذي سأقوله في مسألة الدعاء، الدعاء سبب يحتاج إلى شروط ويحتاج إلى الانتباه من الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. حضور القلب شرط مهم، يعني لا تدعو، الحديث يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لابد يكون عندنا يقين. لا يدعو أحدنا بقلب ساه غافل لاه، يدعو الله عز وجل وقلبه منصرف ويفكر في أشياء. رأى الحسن البصري ذات يوم رجلا يعبث بالحصى، يعني هكذا جالس، ربما جلس يظن نفسه يدعو، فقال اللهم أني أسألك الجنة، اللهم أني أسألك الحور العين، وهو يلعب بالحصى. فقال الحسن البصري يقول يدعو الله ويسأل الحور العين ويلعب كالمجانين. يا أخي تريد أن تسأل مسألة عظيمة، أحضر قلبك وتأدب في الدعاء، أنت تقف بين يدي الله وتسأل الرب الكريم. فحضور القلب، اليقين بالإجابة، خشوع الجوارح، الأدب في الدعاء، مع ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام أن نمجد الله ونحمده ونثني عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الدعاء وفي منتهى، هذا كله من أسباب إجابة الدعاء. عندنا أوقات إجابة أن يتحراها العبد حتى يتحقق له أيضا، هذه أسباب شروط
والموانع التي ينبغي أن يحذرها أكل الحرام والعياذ بالله، الوقوع في العصيان، الإصرار على الكبائر، هذه موانع تصرف العبد عن إجابة دعائه. فنقول الدعاء سبب كبير، لكن لا بد أيضا من استجماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا السبب الأول لمغفرة الذنوب وهو الدعاء. السبب الثاني جنس أو نوع خاص من جنس الدعاء، نوع خاص من الدعاء، دعاء بالمغفرة، الاستغفار. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ما معنى عنان السماء؟ نعم، السحاب. يعني يفترض أن ذنوبك شيء محسوس تراه، فأذنبت ثم جاء الذنب الثاني فوقه والثالث فترصت فوق بعضه حتى وصلت السحاب في السماء. يقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا الاستغفار هو محرقة للذنوب، ممحاة لها، يمسحها أولا بأول. والاستغفار نصوصه الواردة في فضله كثيرة جدا، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الاستغفار بهديه القولي وهديه الفعلي. أما القولي فكثيرا ما يحثنا على الاستغفار ويأمرنا ويبين لنا فضله عليه الصلاة والسلام، وأما الفعلي فما حكاه الصحابة عنه أنه كان كثير الاستغفار كثير التوبة إلى الله، وأنه لا يزال يغفر الله له. هنا سأقف في لفتة يسيرة، لماذا يستغفر نبينا صلى الله عليه وسلم والله قد قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد قال له ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فلماذا يستغفر؟ ها؟ واحد يعلمنا، يعلمنا. اثنين، نعم، الاستغفار ليس فقط لمجرد الاعتذار عن الذنب الذي حصل، بل من الشكر. يعني دعني أفهمك بطريقة أخرى، أحيانا حتى تريد أن تقول لربك أحمدك وأشكرك، وأن تقول شكرا يا رب والحمد لك، يمكن أن تقول هذا بالاستغفار، فيكون الاستغفار سبيلا للشكر وسببا له. يعني يمكن أن تشكر الله عز وجل باستغفارك وتوبتك. أما كان يقوم قياما طويلا فتسأله أم المؤمنين فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان يعلمنا أن الاجتهاد في الطاعة والعبادة والاستغفار هو تعبير عن شكرنا لله عز وجل. أبصر ما أتاك الله من نعم، وسأذكرك بما أنت فيه الآن. في مكة عندك صحة بدن وعافية ولباس وغذاء وسكن، وأعظم من هذا كله إيمان في قلبك وعلم يسر الله لك أسبابه ومجاورة لبيت الله الحرام. والله هذه الواحدة منها لا تقدر بثمن وقد اجتمعت لك. أما تحب أن يراك الله شاكرا لنعمه؟ أما تحب أن يعرف الله منك عبدا عظم النعمة وقدرها حق قدرها فطفق يحمد الله ويشكره ويثبت هذا؟ بلى، تحتاج أن تقول هذا بلسانك مرات ومرات بلا عد ولا حصر، لك الحمد يا رب، النعمة لك والشكر لك. تحتاج أن تقول مرات ومرات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تحتاج أن تنهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة استغفار تدل على أنك عبد شاكر لله. من قال لك إن الاستغفار للعصاة وللمذنبين فقط؟ من قال إنك لا يقول عبد أستغفر الله إلا إذا وقع في معصية ونظر إلى حرام أو تكلم بحرام أو أكل الحرام؟ أولئك العصاة والمذنبون والفسقة والفجار وأصحاب المعاصي، ونحن من هؤلاء، ويقع منا ما يقع من أحدهم. إذا كان هؤلاء يحتاجون إلى الاستغفار لمحو سيئاتهم، فالصالحون والأبرار والأتقياء والأولياء يحتاجون للاستغفار لزيادة درجاتهم ورفعة مكانتهم. ما بلغ الأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء والصالحون من بعدهم، ما بلغوا المراتب العلى لمجرد عبادة فقط، بل معها توبة واستغفار عظيم شديد. كم كان يحصى الصحابة، كم كانوا يحصون من استغفار وتوبة النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم؟ 70، 100، بل في بعض الروايات في المجلس الواحد. يا أخي ما هذا؟ طب هو لما كان يجلس معهم عليه الصلاة والسلام كان المجلس ساكتا فارغا، لماذا خرج وجلس إليهم؟ إلا ليعلمهم.
إلا ليحدثهم يزدادون علما وإيمانا. ومع ذلك في هذا المجلس الذي لا يخلو من سؤال وجواب وتعليم كان مليئا بالاستغفار. دعنا نساعد بعضنا على التفكير. المجلس الذي كان يجلس معهم عليه الصلاة والسلام كانوا يجمعون له في المجلس الواحد 70 و100 استغفار. بالله عليكم إذا كان وحده ماذا يفعل؟ إذا خلى بربه ماذا يفعل؟ إذا توجه إلى الصلاة والدعاء إذن كيف كان يفعل؟ أعرفت ما معنى هذا المعنى الكبير الذي في نفوس الأنبياء عليهم السلام وكيف يعظمون الله؟ هل تدري أن الذي يعينك على شدة الاستغفار وكثرته شيئان اثنان؟ الأول أن تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. كلما عظم الله في قلبك اشتد استغفارك له، لأنك كلما عظمته أكثر وجدت حقه عليك أكبر، ثم تبصر في نفسك. فإذا أنت بعيد تماما عن الأداء حق الله الواجب، وإذا أنت مهما بلغت من العمل الصالح أنت لا تزال مسكينا، والله يا ربك عظيم وكريم. فكلما أبصرت عظمة الله وامتلأ بها قلبك والله ازددت قربا من الله واستغفارا وتوبة. الأمر الثاني الذي يعينك على كثرة الاستغفار معرفتك بحقيقة نفسك وذنوبها وتقصيرها. فكلما عرفت ذنوبك وأبصرت عيوبها حملك هذا على مزيد من الاستغفار لله عز وجل والاجتهاد في التوبة. هذان الشيئان يا إخوة اجتمعا في دعاء سيد الاستغفار. ما هو؟ اللهم أنت ربي. انظر كيف كانت العبارات التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام. ستجد هذين الشيئين موجودين في الدعاء. اللهم أنت ربي، ها، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. أرأيت كيف تعظيم الله واحتقار النفس؟ خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رأيت كيف شدة تعظيم لله وشدة احتقار وهضم للنفس. بعدما قال هذه الجمل قال في آخر كلمتين فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سماه سيد الاستغفار. ما ثوابه؟ ما ثوابه؟ نعم، إذا مات الإنسان من يومه وقد قاله وفي ليلته غفر الله له. يا أخي هذا ما جاء من فراغ. لاحظ معي، الدعاء والاستغفار يحتاج إلى حضور قلب وأنت تقول. عود نفسك الاستغفار، إلزم بلسانك كثرة الاستغفار. في البداية ستجدها صعبة نوعا ما، لكن مع الأيام ستصبح على لسانك. كلما وجدت فرصة حتى لو كنت تتكلم مع شخص ثم جاء سكوت نصف دقيقة ستجد نفسك قد بدأت الاستغفار وأنت لا تشعر. من عود نفسه تعود، ومن ألزم نفسه لزم الاستغفار. فوائد الاستغفار جمة عظيمة كبيرة. القرآن مليء بالنصوص، السنة مليئة. يا أخي حتى فوائد الدنيا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم، ماذا تريد؟ نعيم دنيا وآخرة، مغفرة الذنوب ودخول جنة ورحمة الله عز وجل، مع ما تريد في الدنيا، المطر والزوجة والولد، الأموال والبنين، بالاستغفار. من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يذكر بعض العلماء وبعض الدعاة أن من أفضل الوسائل والأساليب لإصلاح المشاكل الزوجية وتربية الأولاد وأي مشكلة تستعصي عليك، رجل مع شريك في تجارته وآخر مع جاره وثالث مع صديقه ورابع وخامس وعاشر، الزوج مع زوجته والزوجة مع الأولاد والأب مع أبنائه، يقول والله من أعظم الأسباب التي تحل بها المشاكل كثرة الاستغفار. حصلت مشكلة يقول ما عليك، فقط توجه إلى الله عز وجل واستغفر 100 مرة، 200 مرة، 500 مرة، 1000 مرة، والله كأن شيئا ينزل من السماء فتحل الأمور وتسهل الصعاب وتنفرج الكروبات. لسنا بحاجة إلى تجربة، هذا يقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أبان لنا كثيرا من فضائل الاستغفار وبركاته، كما جاء أيضا في السنة النبوية حتى في أثار السلف. يقول لقمان لابنه يا بني عود لسانك
يقول يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. يقول عود لسانك، ربما تأتي في وقت من الأوقات تقولها في وقت باب السماء فيه مفتوح والإجابة متحققة فيغفر الله لك. يقول أيضا الحسن البصري أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. النصوص في هذا كثيرة. عائشة رضي الله عنها أيضا هي ممن ورد عنها كثير من العبارات كسائر السلف رضي الله عنهم أجمعين، تقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يقول أبو هريرة أيضا رضي الله عنه إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 1000 مرة وذلك على قدر ديتي، يعني كأني قتلت قتيلا أريد أن أدفع الدية. يقول أنا جنيت على نفسي وأريد أن أدفع الدية، والدية ليست مالا هنا هي استغفار، يقول إنه يفعل ذلك. يقول أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. الاستغفار دواء الذنوب وعلاجها، هو صابون، صابون تغسل به السيئات والمعاصي والخطايا. نحن لن نغلق على أنفسنا أبواب المعصية، صح؟ صح؟ لن نغلق على أنفسنا أبواب المعصية، فلماذا نغلق أبواب التوبة؟ إذا كان باب الذنوب مفتوح يا أخي افتح باب المغفرة على طول، بحيث يدخل من هنا ويخرج من هناك، لكن يبقى باب التوبة مغلق وباب الذنوب والمعاصي مفتوح، ما النتيجة؟ ستجتمع وتجتمع وتجتمع، ثم لا يخرج من التوبة بقدر ما يجتمع من الذنوب، فنكون نحن من جنينا على أنفسنا. السبب الثالث الذي ختم به الحديث قوله عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. ما معنى بقراب الأرض؟ بملء الأرض، يعني تخيل لو أنك ملأت الأرض هذه كلها ذنوبا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. السؤال هذا ماذا فعل حتى غفر الله له؟ استغفر؟ استغفر؟ لا، دعا. طيب سؤال، يعني ممكن أن يفعل عبد ذنبا ومعصية يموت ولم يستغفر منه ولم يسأل الله توبة من هذا الذنب؟ السؤال هل يمكن أن يغفره الله له من غير أن يطلب هو؟ كيف؟ بالتوحيد. وهذا واحد من أعظم وأجل ثمرات التوحيد يا طلاب العلم، أنه أيضا يحرق الذنوب وأنه سبب لتكفير السيئات. وفي سورة النساء آيتان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك نعم لمن يشاء، لمن يشاء الله فيغفر له. هذا يعلق على أنه أحد أسباب الرحمة والعفو والمغفرة الواسعة التوحيد. عليك فقط أن تجتهد ألا يتعلق قلبك بأحد سوى الله ضرا ونفعا خوفا وحبا ورجاء، لا تعلق قلبك بأحد سوى الله، واجعل قلبك عامرا بتعظيم الله سبحانه، وتموت يوم تموت، اسمع، تموت يوم أن تموت وأنت ما رأى الله منك دعاء لسواه ولا طلبا من أحد سواه ولا رجاء ولا شيئا من تعلق القلب بأحد سواه، وأبشر بخير. إذا لقيت الله كما قال هنا لا تشرك بي شيئا ولو شيئا قليلا لا تشرك، عندئذ حتى لو لقيت الله وملء الأرض ذنوب ومعاص يقول لا أتيتك بقرابها مغفرة. أنا أتكلم عن عبد ما استغفر ولا تاب، ومع ذلك فهذا أحد أسباب المغفرة التي ينجو بها العبد. رحمة الله، رحمة الله يوم القيامة لن تنال الكفرة ولن تنال أولئك الذين أشركوا به سبحانه وتعالى. دائما نقول من وقع في الشرك بالقبور بالسحر بالأضرحة بالغلو في الصالحين بدعاء غير الله تحزن عليه يوم أن تراه مجتهدا في العبادات والطاعات مكثرا من الحسنات، والله تحزن لأن هذا كله لن يفيده. وقد قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظر إلى الشرك كيف يحرق الأعمال، وانظر إلى التوحيد كيف ينجي العبد ويحرق الذنوب. لاحظ الشرك يحرق العمل الصالح والتوحيد
يحرق الذنوب والمعاصي والسيئات. بمعنى موحد كثير العصيان والذنوب والأخطاء خير من مشرك مجتهد في الطاعة والعبادة وعمل يظنه صالحا. فهمت؟ يعني أحيانا ترى بعض الناس متعلق بالقبور، يعبد غير الله ويتقرب لغير الله ويطوف ويسجد ويفعل، لكنه ما يترك قيام الليل، وعنده في اليوم 1000 مرة استغفار، وعنده كذا من الصدقات، وعنده من العمل الصالح وبر، ويفعل ألوانا وألوانا من الخير. أين تذهب بقول الله لئن أشركت ليحبطن عملك؟ أين تذهب بقول الله لا يغفر أن يشرك به؟ هذا الذي تحزن عليه والله، هذا الذي نحتاج أن نقول له طريق الجنة من هنا. فموحد عاص يؤمل الرحمة والمغفرة من الله عز وجل. وهذا كثير أيضا في نصوص السنة، ليس المجال متسع لذكرها. ولهذا من جميل كلام بعض السلف يقول الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار. السؤال، ألا يدخل مسلم موحد النار إطلاقا؟ لو كان عنده ذنوب ومعاصي وفواحش وكبائر وآثام، بلى، لكن هل تستطيع أن تقول إنه لا يدخل جهنم أحد من المسلمين قط؟ بلى يدخلون، صح؟ طيب، هو يقول هنا لا يلقى موحد في النار كما يلقى الكفار، يعني هو وإن دخل النار وألقي فيها لكنه لا، هو يقول لا يبقى، لا يلقى يعني لا يجلس في النار، أو لا يكون إلقاؤه كإلقاء الكفار. نعم، الفرق بين دخول المسلم الموحد للنار ودخول المشرك هو الخلود وعدم الخلود. الأبدية هي للكافر، أما موحد يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، أضعف الإيمان، لا يبقى. نعم سيعذب، سيكون له شأن بقدر معاصيه وسيئاته إن لم يرحمه الله، لكن توحيده ينفعه في عدم الخلود الأبدي. يقول بعض السلف الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى فيها كما يلقى الكفار، لا يلقى ولا يلقى، قال ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. إذن ليس الإلقاء وليس ما يلقاه وليس البقاء ليس سواء كالكفار. هذا أيضا فضل التوحيد وأثره وثمرته. فالحديث إذن اشتمل على أمور 3: الدعاء والاستغفار والتوحيد. إن كان من شيء نختم به مجلسنا فوصية لي ولكم، حبذا أن يفتح الله على الواحد منا في هذه الأسباب، فيجتهد في تنقية توحيده وتصفيته، ويكثر من الاستغفار. رحم الله طالب علم جعل من أوراده صبحا ومساء بكرة وعشيا استغفارا كثيرا. يا إخوة والله من الأشياء التي نعترف فيها بتقصيرنا هذا الباب. ترى أحدنا يقرأ كثيرا ويدرس كثيرا ويتعلم كثيرا واواوا، لكنك إذا جئت للأذكار في حياته محدودة، ربما لا يذكر الله إلا الأذكار التي بعد الصلاة، ولو تنظر في باقي اليوم ما تجد عنده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا تجد استغفر الله، لا تجد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعلى ما نتعلم هذا في الأحاديث وندرسها في السنة؟ لماذا نلقي خطبة ونعلم الناس فضل الذكر والاستغفار؟ لماذا نقول هذا كنز من الجنة وهذا من تحت العرش وهذا يغفر الذنوب وهذا ولو كان مثل زبد البحر؟ لماذا؟ أين هذا في حياتنا؟ لماذا لا يجلس أحدنا بعد الصلاة أكثر من 5 دقائق بالكاد ينتهي من التسبيح والتكبير والتهليل وينصرف؟ والله نحتاج أن نعود أنفسنا ونملأ يومنا وليلتنا استغفارا ذكرا لله عز وجل على وجه العموم. أيضا نحتاج ثالثا أن نتواصى بالدعاء وأن نجتهد في تحقيقه ورفع اليدين وكثرة الدعاء في السجود بين الأذان والإقامة. مواطن الدعاء كثيرة، لكن عيب علينا أن نكون كالعوام، لا يرانا الله في الدعاء إلا إذا كانت عندنا مشكلة، والله عيب لا يليق بنا أن لا يرانا الله عز وجل واقفين عند بابه سائلين من فضله إلا إذا أردنا حاجة. إذا وفقت للدعاء وجئت تسأل الله من الأمور في حياتك في دنياك وأخراك فتعلم آداب الدعاء، تمجيد الله وحمده وثناؤه. ولهذا كان يعني يقال في الدعاء قبل أن تطلب ما تحب أسمع ربك ما يحب. ماذا يحب أن يسمع الله؟
نعم نعم، إن أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يحب ربنا تمجيده ومدحه وثناءه سبحانه وتعالى. هذا باب كبير، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.